تجمع مصر والأردن. ونتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية من الأردن، الصورة التذكارية المجمعة للزعماء والرؤساء المشاركين في قمة أو المؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. ونتابع في الصورة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب العهد الأردني، وكذلك الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي. وهذه هي اللحظات الأخيرة لاستعداد لانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.